بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل الخلق أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأحبة في الله تعالى، نلتقي اليوم لنتحدث عن أمر يتعلق بأمتنا الإسلامية جمعاء. نريد أن نتحدث عن الدور الرائد والقائد لشباب أمتنا الإسلامية. فالشباب أيها الأحباب هو مرحلة العطاء، مرحلة القوة. الشباب هو القوة بين ضعفين، بين ضعف الطفولة والصبا وضعف الشيخوخة. يقول الله عز وجل في محكم كتابه العزيز: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. وقد حرص نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم على إعداد الشباب إعدادا جيدا. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ليعجب من الشاب الذي ليست له صبوة، أي ذلك الشاب البعيد عن المعاصي والذنوب. وقد بشره صلى الله عليه وسلم، بشر هذا الشاب الملتزم بطاعة الله عز وجل، فقال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منها: وشاب نشأ في طاعة الله عز وجل وعبادته. ولقد كان آخر فعل قام به صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم جهز جيشا إلى الشام بقيادة سيدنا أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، وأمر جميع الصحابة بالانضمام إلى هذا الجيش لمن فيهم كبار الصحابة وشيوخهم كأمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. وكان أسامة رضي الله عنه في ذلك الوقت كان عمره دون 20، كان قرابة 18 عاما. أيها الإخوان، إن في تأمير أسامة على جيش وفيه من هو أكبر منه سنا ومكانة من الصحابة رضوان الله عليهم هو درس يقدمه لنا صلى الله عليه وسلم، نستقي منه الدروس، نستقي منه العبر والمعاني والدلالات. ولعل من هذه المعاني يريد منا صلى الله عليه وسلم أن نفسح المجال للشباب، لعبقريات الشباب ولكفاءاتهم أن يتولوا قيادة الأمور حين يكونوا صالحين لذلك صلى الله عليه وآله وسلم. لقد كرم صلى الله عليه وسلم أسامة في نفسه، وكرم الشباب في شخصه عندما أمره هذا الجيش. لقد كان في حياته صلى الله عليه وسلم نماذج فذة من الشباب آمنت بهذه الرسالة وتحملت عبء الدعوة والدفاع عنها في أحلك الظروف وأدقها وأعقدها. واليوم يقدم صلى الله عليه وسلم هذا النموذج للشباب، نموذج أسامة رضي الله عنه، قدوة وأسوة لكل مسلم في كل زمان ومكان. فعلى شباب المسلمين العودة إلى تاريخ أسلافهم، إلى قراءة هذه السيرة العطرة، لا سيما قراءة سيرة الشباب ليقارن حاله بحالهم وليقتدي بهم ويتشبه بهم، فإن من تشبه بقوم فهو منهم. إن في تأمير أسامة رضي الله تعالى عنه على هذا الجيش وتحت لوائه شيوخ الصحابة كأمثال أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه، فيه إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى أنه لا إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى أنه لا يمكن لديننا ولا لمجتمعاتنا أن تنهض إلا بالتعاون المثمر القائم على الاحترام المتبادل بين الشيوخ وبين الشباب، حيث يفيد الشباب من حكمة الشيوخ ويفيد الشيوخ من قوة وطاقة الشباب. من هنا هذه دعوة إلى شباب المسلمين: أيها الشاب، إن دينك ومجتمعك ووطنك في حاجة إلى شبابك، فلا تهدره، لا تهدر هذا الشباب، فأنت مسؤول عن شبابك يوم القيامة. جاء في الحديث النبوي الشريف: إن المرأة يسأل يوم القيامة عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. هلموا يا شباب المسلمين، هلموا إلى خدمة ورفعة هذا الدين ورفعة مجتمعاتكم وأمتكم، والله تعالى يتولاكم، هو مولانا، نعم المولى ونعم النصير.